وكالة الأمن النووية اليابانية قالت إن 3 من العاملين في محطة نووية فوكوشيما شمال شرق اليابان تعرضوا للإشعاعات. الوكالة أضافت أن 2 من العمال نقلا إلى المستشفى بعد أن أصيبا جراء سيرهم في مياه تحمل مستويات إشعاعية تصل إلى 10,000 أعلى من المياه المستخدمة لتبريد المفاعل. وبعد إصابة العمال أمرت الحكومة اليابانية وكالة طوكيو للطاقة الكهربائية بتحسين مراقبتها لمفاعل فوكوشيما الذي لحقت به أضرار جسيمة عقب الزلزال المدمر وموجات التسونامي التي ضربت اليابان قبل أسبوعين.